والاستفادة والحفظ على سنة الله في النزول وصوم الأرطاب وجر وعلي سبحانه وتعالى إذا الفريضة أهل البيت أجمعين ذو الفاتحة وإلى حضرة النبي ثم تنظر ذو الفاتحة. خلاص سده خلاص زين زين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الخير الكثير والأجر الوفير في تحري الأوقات الفاضلة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات لا تتعرض لها. أمرنا بالتعرض، وكيف يتعرض العبد لنفحات الله حتى تصيبه؟ كما يتعرض للمطر الحسية يتعرض للمطر المعنوية، ووقت نزول تلك البركات والرحمات تكون في آخر الليل، في وقت السحر، في النصف الأخير من الليل. هناك يتعرض العبد لرحمات الله وبركات الله فيصفي قلبه وينكسر قلبه لله ويكثر من التوحيد لله والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإن كان ذا همة وقام وذكر الله وتوضأ وصلى لله ثم جلس في مصلاه يتلو القرآن ويدعو الله ويذكر الله ويصلي على حبيب الله محمد حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه في كل سماء في كل ليلة ينادي منادي الحق في تلك الساعة وقت السحر. أبهم الله سبحانه وتعالى الساعة في تلك الليلة حتى يكون العبد الليل كله متنبه ومتيقظ ومشتاق لتلك الساعة، فيغتنم الإنسان المؤمن وقته، فإن وقت الإجابة وقت عزيز. فإن وفق لقيام الليل فذاك هو الغاية المطلوب، ولو لوقت يسير، ولو قبيل الفجر، ولو ركيعات يصليهن. فإن لم يستطع فلا أقل من أن يستيقظ على فراشه ويذكر الله، ويذكر الله وهو على فراشه، فيكون من الذاكرين لله. حتى وإن لم يقم يتوضأ وهو على فراشه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن يتنبه أنه يستيقظ قبل الفجر ليستعد لصلاة الفجر، ويتنبه لأن وقت ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت توزع فيه الأرزاق الحسية، فالنوم في هذه الساعة يبعد العبد عن رزقه ويبعد العبد عن رزق مبارك. فإن من افتتح يومه بتنباك أو روكو أو نوم أو نظر فيما يحرم الله في الإنترنت أو نحو ذلك في تلك المناظر التي تقسي القلب، فإنه يذهب بركة ذلك اليوم ويذهب بركة رزق ذلك اليوم، وإن دخل عليك رزق، رزق غير مبارك، رزق غير مبارك. لكن على الإنسان الذي يطلب البركة، ومن مننا لا يطلب البركة؟ كلنا ندعي ذلك، لكن الذي صدق في طلب البركة هو الذي يتسبب لأسباب البركة. فيمكث في مصلى بعد صلاة الفجر فيذكر الله ويدعو أو يقرأ القرآن أو ما شاء من الطاعات، ولو بذكر أو فكر أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تطلع الشمس. فإن من صلى الفجر في جماعة ومكث مصيم مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين أعطاه الله ثواب حج وعمرة تامتين تامتين تامتين. فكان السلف الصالح لا يهملون هذا الوقت أبدا، وقت السحر ووقت ما بعد الفجر إلى الإشراق.
فالإنسان الحريص على وقته والحريص على دينه واكتساب الحسنات يحرص على هذه الأوقات الفاضلات حتى تزكو أعماله وتتبارك أوقاته، فيضطي الله سبحانه وتعالى في العمر القصير الأجر الوفير والعطاء الكثير. فيحذر الإنسان أن يطلع عليه الفجر وهو نائم، أو تشرق عليه الشمس وهو نائم، فذاك يبول الشيطان في أذنه والعياذ بالله. لكنه يستيقظ قبيل الفجر حتى ولو يصلي ركعتين قبيل طلوع الفجر حتى يكون من الذين يكتبون من المتهجدين في الليل. نعم، ويتنبه أن لا يغفل عن الوقت الشريف بين الفجر وطلوع الشمس، لا يغفل عنه، فإنه ما يغفل عنه إلا عبد مبعود عن الله سبحانه، نسأل الله العافية والسلام. فإن التوفيق للطاعة في الأوقات الفاضلة دليل القرب والمحبة من الله، والخذلان في الأوقات الفاضلة عن طاعة الله دليل البعد عن الله وعن حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إذا بعد عن ذكر الله استولت عليه الغفلة والعياذ بالله، فحينئذ يكتب من الغافلين. فلهذا سمي النوم بعد صلاة الفجر نوم الغفلة، نوم الغفلة، لأن ما ينام في ذلك الوقت إلا غافل. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان معذورا عن الخروج إلى المسجد تجمع جماعة بعد صلاة الفجر لزيارته، فلما طرقوا بابه بعد صلاة الفجر ليزوروا فتح لهم الباب وقيل لهم تفضلوا، فانتظروا ساعة تحت الباب فلم يدخلوا، ثم دخلوا فقال ما بالكم لم تدخلوا وقد أذنت لكم منذ فترة. فقالوا قلنا لعل أحد من عورات البيت نائم فيتنحى عن الطريق حتى لا نتكشف عورات البيت. قال ويحكم، أو تظنون ببيت آل أم عبد غفلة؟ فإنه لا ينام في هذه الساعة إلا غافل. فلهذا سمي هذا النوم في تلك الساعة نومة الغفلة، فلا ينام إلا كل غافل، فيكتب من الغافلين والعياذ بالله. نعم، فكما ينبغي لك أن تفتتح يومك بتائدة الله وطاعة لله مرضية لله، كذلك ينبغي لك أن تختم نهارك بعبادة الله وتوبة واستغفار وطاعة مرضية لله سبحانه وتعالى. فإنك إن افتتحت يومك بطاعة لله بتوبة واستغفار وذكر العزيز الغفار وصلاة على النبي المختار، وختمت يومك بذكر لله العزيز الغفار وتوبة واستغفار وصلاة على النبي محمد المختار وتلاوة القرآن، فحينئذ تكون أصلحت الأول والآخر، فيتجاوز الله سبحانه وتعالى العفو والغفار عما بينهما. وهكذا في أول العام تفتتح بخير وتختتم بخير، لعل الله أن يتجاوز عما في وسط ذلك من وسط العام. وهكذا في أول الشهر تفتتح أول شهرك بخير وطاعة وتختمه بخير وطاعة، رجاء من الله أن يتجاوز عما بين الأول والآخر، فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. وتكثر من التوبة والندم والاستغفار في كل أثناء الليل وأطراف النهار، لعل صدرت منك زلة أو غفلة أو وقع منك تفريط فتستغفر الله سبحانه وتعالى ويحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، فبها خير وبركة ما شاء الله. فجزا الله عنا الإمام الحي عبد الله بن علوي الحداد يطب الدعوة والإرشاد، حيث جمع لنا في الورد اللطيف أذكار الصباح وأذكار المساء.
وجمع لنا في الراتب الشهير الشهير الأذكار الشيء الكثير مما ورد عن بشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تغفل عن ذلك، فإنها أذكار واردة عن النبي المختار، وما لذلك الإمام إلا الجمع والاختيار والترتيب لتلك الأذكار، فاحرص عليها تفز بالخير وتنشرك على قلبك بما أشرق الله سبحانه وتعالى على قلوب الأبرار. أذكار الصباح وأذكار المساء مما أذكار الصباح وأذكار المساء مما تحفظ العبد وإصلحه دينا ودنيا، وتحفظك في الدين والدنيا، وتصلحك في الدين والدنيا. فإذا صلحت لك دينك صلح لك دينك ودنياك، سلمت لك آخرتك، بل وتحصن أولادك بتحصينك أنت عندما تواظب على هذه الأذكار، تحصن أولادك وأهل بيتك من البلاء والعياذ بالله. فالذي يحب أولاده وأهل بيته هو الذي يحصنهم، خصوصا منهم الصغار الذين ما يستطيعون أن يتحصنوا. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحصن سيدنا الحسن والحسين، وهو سيد الأولين والآخرين، بدعوة واحدة منه بتحفظهم وتحفظ ما معهم ومن معهم، لكنه يعلم أمته لأن يحصنوا أنفسهم ويحصنوا أولادهم. بماذا تحصنهم؟ بالأذكار الذي علمك إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحصنهم بذكر الله، تحصنهم بالالتجاء والدعاء لله سبحانه وتعالى، فمن تلك الدعوات التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينبغي المواظبة عليها في كل صباح وكل مساء، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد يصبح ويقول عندما يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، يقول ثلاثا عندما يصبح، يقول بسم عندما يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قال ثلاثا حين يصبح لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هكذا روى سيدنا أبان عن أبيه عثمان بن عفان عن سيد الإنس والجان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنك إذا واظبت على هذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، إذا قلتها في الصباح لم يمسك فجأة بلا حتى تمسي، وإذا قلتها في المساء لم يمسك فجأة بلا حتى تصبح. فأصيب سيدنا أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما بفارج، فصار الذي يسمع منه الحديث ينظر إليه كأنه يقول في خاطره: أنت تقول هذا الحديث رويته عن أبيك عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالي أراك الآن قد أصبت في الفارج وأصابك السترك فلا تتحرك. كأن الذي ينظر إليه عينيه تتكلم ولسانه لا يتكلم. فنظر فيه أبان بن عثمان بن عفان وقال: إيه والله ما كذبت على عثمان، والله ما كذب عثمان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعه يقول هذا الحديث، لكنني غضبت في تلك الليلة التي أصبت فيها فنسيت أن أقول ذلك التحصين العظيم، فغفلت عن ذلك الذكر فأصابني ما أصابني بغفلتي،
لما وصلت الغفلة. فبعد تحصيل الإنسان، لكن يكون الإنسان عندما يأتي بالأذكار على يقين بما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان، فلا يفعل الإنسان كما يفعل بعض أهل ضعف الإيمان فيقول بأن يفعل ذلك للتجربة. لا، ينبغي ذلك أن يوقن بما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الذكر المبارك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال أن ثلاثا حين يمسي وحين يصبح لم يصبه شيء. كن في أمان، تقول ذلك وأنت على يقين بأخبار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر بسم الله إذا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أنها تصرف الأمراض عن قائلها، تصرف البلايا عن قائلها، تصرف الوباء والبلاء من فيروس ومن كورونا سمبلن بلس، أو متحور عن كورونا سمبلن بلس، أتاو بوتري سمبلن بلس، أتاو جوجو سمبلن بلس، يحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أنت واظبت على هذا الذكر المبارك مع يقين بكلام النبي متشكك. فإن الناس من أهل العلم قد رأوا هذه الأحاديث بدليلها وسندها إلى النبي، وقد جربوها قبلك ناس كثير فوجدوها نعم الدواء ونعم الطبيب. لأن من علمنا ذلك؟ علمنا ذلك طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها أخبار صحيحة صريحة وردت بها السنة عن سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، فإنك إن وضبت عليها لم تصبك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء. فما ذات مرة جارية أصابتها لدغة وقد قالت ذلك الذكر فلم تؤثر فيها، حتى إذا حصل يحصل لطف من الله سبحانه وتعالى وهو السميع لأقوال عباده، العليم لأفعال عباده، الذي لا تخفى عليه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذكر الذي ذكره الإمام الحداد في ورده وفي راتبه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ينبغي أن تواظب على ذلك الذكر 3 مرات بالليل و3 مرات بالنهار، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من واظب على ذلك لم تضره حمى. ما معنى حمى؟ أي لدغة من ذات سم. حمى أي لدغة من ذات سم، من عقرب أو حية أو غير ذلك، من كل ما هو مؤذي من الحشرات، هذا معناه، معنى الحمى. فلهذا كان السلف الصالح يعلمونها لأولادهم، يعلمونها لبناتهم، وأول ما يقرؤون بعد صلاة الفجر هذا الورد، ويقرؤون في الليل بعد المغرب أو بعد العشاء الراتب، يعلمونهم التحصين بالله. أنت ما تتحصن بنمن، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فلن يضرك شيء إذا أنت واظبت على هذين الذكرين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: خرجنا ذات ليلة مطيرة، وكانت ليلة مظلمة، خرجنا لإدراك الصلاة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجدناه قد صلى، ووجدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد صلى. فناداه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نادى ذلك الصحابي فقال: قل. فسكت. قال: تكلم قل. فقال: سكت.
فقال بذلك قل. قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين، فإن من قالهن ثلاثا يكفى من كل شيء. فإنك إن قلتهن ثلاثا تكفى من كل شيء. جزاه الله عنا خير المملحة، جعلها لنا في الورد اللطيف، ثلاثة من الإخلاص، ثلاثة من المعوذتين، ما شاء الله. هذا الذي علم الأمة وكان رؤوفا رحيما بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نشر هذا بين الناس. لكن بعض الناس من الذي استولى عليه الوسواس الخناس يحذرون الناس من تلك الأوراد، لأنه قد تلبس عليهم إبليس، ولبس عليهم إبليس فصار معهم قرينة، كما قال تعالى وَإِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فهو له قرين. أولئك هم دعاة الشياطين الذين ينهون الناس عن قراءة الورد وعن قراءة الراتب وعن الإكثار من الصلاة على النبي محمد، دعاة الشياطين، لأنهم قلوبهم عن الله غافلة وليست لله ذاكرة. والله يرزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، ويرزقنا وإياكم المواظبة على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن وعلى الصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليكن هذا الذكر من أورادك، لا تتركه أبدا، فإنه أصل عظيم لا ما ينبغي لك أن تتركه في صباحك ولا في مساك. من قبل قبائل صلاح كل أجانب من صلاح الشام كله ظاهر بعض رجل المسلمين، إن الله باري أنا كل ذلك ويقدر وسلاح من محمد أختم يومنا بغير وشارنا بغير وعامنا بغير وعامنا معاملنا غير، إنك على كل غير رجلنا كل شر وصر وضير. يا أهل محمد أولا بخير في الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.